السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواني في عنا بهذا الفيديو تفاصيل هامة جدا. بداية ضعوا اعجاب للفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى توصلكم جميع التفاصيل. اولا يا اخوان بدي اتشكركم جميعا على التعليقات الحلوة اللي بتدل على رقيكم ومحبتكم. بعد ما تخطينا 100,000 مشترك اخواني الكرام حابب احكي بهذا الفيديو مين هو صاحب قناة تركيا معي اسهل اللي هو انا، شو بشتغل، وين مقيم، وشو هي طبيعة عملي، ورح نحكي بعدة اخبار هامة جدا بدي تكون اذانكم صاغية تماما. اخواني بداية حابب نوه ووضح للجميع انه انا مالي اعلامي، انا شخص مقيم في تركيا من سنوات طويلة، اعمل مترجم في المحاكم واقسام الشرطة في تركيا، متزوج من مواطنة تركية من عائلة كبيرة وعريقة، لا اعمل لدى احد، انا انسان حر طليق والحمد لله، لا اعمل نهائيا لا لجهات اعلامية ولا اتقاضى المال من احد والحمد لله، انا زلمة بحب الدراويش، انا زلمة بساعد اولاد بلدي وبساعد الناس اللي محتاجين مساعدة. هاي القناة لما فتحتها فقط لمساعدة الناس وإرشادهم على القوانين الصحيحة بحكم انه عندي خبرة كبيرة بموضوع القوانين بحكم عملي وبحكم التجارب على الواقع. وبفضل الله يا اخوان ليرة ما باخد من حدا ولا اعمل لصالح اي جهة نهائيا، لا جهات اعلامية ولا غيرها. الحمد لله انا زلمة بشتغل بتعبي وبعرق جبيني وبساعد الناس المحتاجين مساعدة. الحمد لله أنا إنسان مستقل وأعمل لوحدي وبفضل الله ولا أحني رأسي سوى لرب العالمين. الحمد لله على كل شيء. بس حبيت أوضح يا أخوان مشان الكل يعرف مين هي قناة تركيا معي أسهل ومين هو صاحب قناة تركيا معي أسهل. أنا زلمة بحب الدرويش والفقراء، بحب الناس الطيبين. حبيت أوضح من خلال هاي القناة مشان الناس تعرف أنا مالي إعلامي، أنا أعمل مترجم بالمحاكم وأقسام الشرطة. خلينا ننتقل يا أخوان للخبر الأول اللي هو موقع جميل جدا يخص موضوع قيد النفوس. اخواني الكرام اطلقت الحكومة التركية مسبقا، قديم هذا الحكي، موقع بيقدر الجميع يستفيد منه. من خلال هذا الموقع اخواني بتفوتوا عليه بتحطوا رقم الكملك تبع الشخص لحتى تعرفوا اذا هذا الشخص مقيد على هذا العنوان او لا. يعني اذا حابين تعرفوا اذا عائلتكم مقيدة معكم، اطفالكم، اخوانكم، فيكن تفوتوا على هذا الموقع، رح خليلكم رابطه بوصف الفيديو ورح خليلكم شرح الطريقة باول تعليق مثبت كيفية التحقق من هذا الموضوع، رح تستفيدوا منه كتير تأكد من موضوع قيد النفوس. الموضوع الثاني يا أخوان تعديل قانوني جديد مع السنة الجديدة، وفي قرار جديد رح يكون بما يخص موضوع كروت الطعام في تركيا. يعني إذا أنتوا عم تشتغلوا بمكان معين وعندكم كرت تبع طعام، هذا الكرت أخواني ما رح تقدروا تستخدموه بالماركتات، فقط بالأماكن اللي هي تابعة لموضوع الطعام. يعني ما رح تستخدموه بأي ماركت تاني، هذا الموضوع رح يتطبق مع بداية السنة الجديدة. الموضوع الأخير اللي في كتير ناس كتبت لي بالتعليقات والناس عم تستفسر عنه، ما قصة ترحيل عوائل من تركيا؟ أخواني الكرام مثل ما أنتوا شفتوا هذا الموضوع، مثل أنا كمان ما شفته، في ناس عم تشتغل حول هذا الموضوع لمساعدة هاي العوائل، ما في تصريح رسمي حول هذا الموضوع. يعني في كتير ناس سألتني حول هذا الموضوع، هاي هي المعلومات المتاحة. رح أوافيكم بجميع التفاصيل، كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.